لا بعد سن الأربعين. بعد سن بعد الأربعين سن الأربعين البنت نفسها. البنت نفسها قبل سن الأربعين لازم تفحص نفسها كل شهر مرة. وعامة أي ست احنا بنقول لها عديتي العشرين سنة لازم تفحصي نفسك مرة في الشهر، وبتثبتي يوم في الشهر وليكن أي يوم. ازاي بقى يا دكتور تفحص نفسها ازاي؟ هي بتحدد يوم في الشهر وليكن، احنا دايما نقول للناس بعد البيريود على طول بتفحص نفسها بطريقتين، الفحص بيبقى بالعين والفحص بالإيد. تمام. الفحص بالعين يعني هي بعد ما تطهرت مثلا، تتطهر من البيريود، بتقف قدام المرايه ونصها اللي فوق عريان خالص مش متغطي، وتبتدي تبص بعينيها على الثدي. تمام. هل الثديين قد بعض ولا في واحد اكبر من التاني؟ ناس كتير قوي بيبقى في واحد اكبر من التاني، ودي طبيعتهم. احنا بنتكلم على الاختلاف عن الطبيعه، الحاجه اللي جدت، الحاجه اللي جدت. بتشوف شكل الثدي واحد كبير عن التاني ولا لا، الجلد نفسه اللونين زي بعض ولا لا، لون الجلد اتغير ولا ما اتغيرش، شكل الحلمه نفسها طبيعي في مكانه ولا لا، ولا هو دخل لجوه شويه، ولا هو بص لبره اكتر، الحلمه بصت لبره اكتر او دخلت لجوه اكتر. يعني لازم يكونوا ايديال زي بعض، يعني متماثلين زي بعض. متماثلين زي بعض، ولكن في ناس طبيعتها كده، يعني في ناس طبيعتها يعني الحلمه الطبيعيه بتبقى بارزه لبره وبصه لبره عامله كده، لكن في ناس طبيعتهم لا، ان الحلمه بتبقى مشدوده لجوه، خلاص انت طبيعتك كده ما تتخضيش. زي موضوع الضغط اللي ضغطه عالي والضغط يعني بالظبط. بالظبط. فده الفحص بالعين، بتشوف شكل الثدي واي تغير عن الشكل الطبيعي تستشير دكتور على طول. دي الخطوه الاولانيه في الفحص بالنظر. الخطوه الثانيه تبتدي ترفع ايديها لفوق وتشوف الثديين، هل هم بيترفعوا مع بعض ولا واحد بيترفع والتاني لا؟ غالبا اللي ما بيترفعش ده بيبقى فيه مشكله. بعد كده بتنزل ايديها وبتحط ايديها في جنبها كده وتضغط بايديها على وسطها. لما تضغط بايديها على وسطها العضلات اللي في الصدر بتنقبض، فلو في ورم عميق قريب من العضله بتزقه على بره، فبيبان في شكل كلكوعه، بتبان على الجلد. لو حصل اي حاجه من ده لازم تستشير الدكتور بتاعها. كده مرحله الفحص بالنظر خلصت. بعد كده مرحله الفحص ببطن صوابع الايد. اي واحده ست بتفحص نفسها بالشكل ده لازم أن تلاقي كلكيع، لكن الفحص لازم يكون ببطن صوابع الايد. بنقسم الثدي الى اربع ارباع بخط تخيلي كده في دماغي، اربعه، المنطقه الخامسه الحلمه وما تحتها، المنطقه السادسه تحت الباط، وتبتدي تتخيل في دماغها كل ربع بتفحصه لوحده، بتفحصه كويس قوي. شوف لو في جزء صلب او لو في جزء صلب او اي ملمس غريب هي حست بيه لازم تلجا للطبيب على طول. بتعمل الاربع ارباع بتفحصهم، وبعد كده الحلمه واللي تحتها، وبعد كده تحت الباط. عايز انبه بس على حاجه، ان الست بعد ما تفحص نفسها شهر واثنين وثلاثه بتبقى هي اكتر واحده في العالم كله حافظه شكل الثدي بتاعها وملمسه، وتعرف اذا كان طرأ عليه تغيير ولا لا. بالظبط. بيجي لنا ناس بتحس اورام اقل من نص سنتي، ودي صعبه جدا ان الدكتور يحسها، احنا نفسنا ما بنبقاش قادرين نحسها، لكن هي خدت على شكل الثدي بتاعها وملمسه، فبالتالي بيبقى سهل عليها جدا انها تلقط اي حاجه غريبه. تمام. بتفحص نفسها مره وهي قاعده، ومره وهي نايمه على ظهرها وحاطه كف ايديها ورا راسها، عشان تخلي العضلات تزق الثدي على بره، أي حاجة بره. فبالتالي نحس لو في اي ورم ظاهر صغير نقدر نحسه. ولو لاحظت اي تغير في الحاله دي بتتوجه لل، طبعا لازم تتوجه لدكتور جراحه الاورام، يعمل لها بقى، يطلب لها الفحوصات اللازمه والحاجات دي.